لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع الروائي عصام يوسف. شفنا في الاستوديو أولادنا قادرون باختلاف ومشاهدينا كرام في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثاني من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة قادرون باختلاف حتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 2,280,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة واللي بتضم فريق العراب وفريق الهنود الحمر وفريق بيكاسو وفريق الهكسوس. أول فريق مشرفنا في الاستوديو حصلوا على 560 نقطة إجابات صحيحة. نحيي كلها فريق بيكاسو. أنا أولا ما كنتش مصدقة أصلا إن أنا أشارك في العباقرة، من كتر الفرحة ما كنتش مصدقة والله اللي أنا فيه، يعني إن أنا هروح العباقرة وهشارك وأبقى متسابقة. كنت مبسوط جدا لما عرفت ان هشارك في العباقره قادرون باختلاف الموسم الثاني، وكنت بحاول اعتمد على نفسي للاطلاع على بقيه المعلومات بقى من سواء من جوجل او اليوتيوب او غيرها. انا عجبتني فكره برنامج العباقره قادرون باختلاف الموسم الثاني. انا كان نفسي اشارك في الموسم الاول لكن ما حالفنيش الحظ، لكن الحمد لله حالفني الحظ من المشاركه في الموسم الثاني. مبسوط اني مشارك معاكم في برنامج العباقره. أنا مبسوط جداً عشان أشارك في برنامج العباقرة، إن شاء الله أجاوب كل الأسئلة. فريق بيكاسو حمد الله على السلامة. الله لا فنانين فنانين، يعني بيكاسو حلو الاسم زي اسم إمباركة كده. إمباركة جميل إيه مالك بس؟ مش زي اسمك اللي في البطاقة. تمام. بس أنت بتحب اسم رشا، فإحنا سيبنا اسمك رشا جميل. بس احكي لي حكايه امباركه، الاسم ده جه منين؟ انا اسمي على اسم جدتي، وجدتي مامه ماما السنه اللي انا اتولدت فيها كانت سنه 84، كان في بسكوت حلو اسمه بسكوت رشا، فمامه ماما قالت لي مامتي بنتك حلوه وشكلها حلو، ليه مسميها على اسم ستها ده؟ اسم عليها حرام عليكي، سميها رشا. فقالت لها بابا مش هيرضى. قالت لها خلاص احنا نكتب كتبتها في الشهاده امباركه، بس ما تنادولهاش بالاسم ده خالص. امباركة الشهيرة برشا. دي كانت وصية ستي ومامة ماما. عايز اقول لك حاجة، الاسمين حلوين. فانت محظوظة عندك اسمين مش اسم واحد. الحمد لله. مبسوطة؟ الحمد لله. المشاركة حلوة؟ انا اولا متابعة العباقرة على طول، بحبه اصلا، انا بحب كل برامج المسابقة. طيب عايز اروح لموضوع مهم. طب انت بتدرسي برايل للاطفال في جمعيات. احكي لي الفكره جات لك منين وبتعملي ايه؟ الفكره جات لي ان انا كنت في جمعيه رساله اول ما اتخرجت من الجامعه سنه 2005، كانت في جمعيه رساله وسنا، سمعت عن الجمعيه دي فروحت درست فيها، لقيت فيها طلبه مكفوفين محتاجين ان انا اعلمهم برايل، كانوا وقتها الاطفال عندهم 4 سنين. كويس. بقيت اديهم لغايه ما وصلوا لثالثه اعدادي، وفي طلبه دلوقتي وصلوا للجامعه ما شاء الله. عارفه عدد الطلاب اللي درست لهم قد ايه؟ في المنوفية مثلا ممكن أكون درست 30-40 طالب. 30-40 طالب؟ ما شاء الله. ما هم يدوبك ما عدد كبير، 30-40 طالب ما مثلا يعني. تمام. محمد عيمة ومحمد الفلو ومحمد درة، 3 محمد كتير في فريق واحد.
برحب بيكوا، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة وفي الحلقات اللي جاية. نحيي كلنا فريق بيكاسو. طبعاً فريق بيكاسو كمان بيضم عمر ماجد الوحيد اللي شارك قبل كده. ازيك يا عمر؟ ازيك يا استاذ عصام؟ انا كويس الحمد لله. كان لقبك ايه؟ العمدة. العمدة. قول لي بقى اللقب ده عمل معاك ايه من بعد الموسم الاول؟ ده كان كويس يا استاذ عصام. كويس؟ يعني في حد بيقول لك يا عمدة؟ الوحيد كان استاذ عصام. خلاص يبقى خلي الاسم ده بتاعنا لوحدي. حد يقول لك يا عمدة تقول له لا. ايوه بالظبط كده. اخبارك ايه يا عمر؟ الحمد لله بخير. كله كويس؟ استعديت للموسم ده؟ استعديت. اتمنى لك كل التوفيق. طبعا معانا المدير الفني الدكتور محمد فاروق، دكتور في كليه علوم جامعه عين شمس. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انبسطت من العباقره اصحاب؟ اكيد طبعا، ويعني اللي خلاني أكثر فرحاً وانبساطاً إن أنا أشارك في الموسم اللي أنا عارف إن هو دايماً زي ما حضرتك بتكرر بيكون الأقرب إلى قلبك. قولي بقى، استقبلت خبر اختيارك كمدير فني في الموسم ده إزاي؟ في الحقيقة أنا يعني بشرف وفرحت جداً بهذا الخبر، وحسيت إن عليا مسؤولية كبيرة جداً، لكن ما شاهدته في الموسم الماضي والنجاح الكبير للبرنامج اللي حققه قادرون باختلاف في موسمه الأول خلاني أحس إن فعلاً في مسؤولية كبيرة تجاه فريقي. في البداية لما بدأت أتعرف عليهم حسيت فعلاً بصدق مقولة كل الأعذار كاذبة يا صديقي، من يريد سيستطيع. فرحت جداً لأن هم فعلاً في ظل معترك الحياة والصعوبات فلازم نفرغ لهم بعض الوقت، نسمعهم، نشاركهم الحوار، نشاركهم كل مشاعرهم. كان شعور فعلا يعني ما بين الفرح الشديد وما بين الإحساس بالمسؤولية تجاه إن إحنا نوصل بفريقنا إن شاء الله لمستوى مرموق. يمكن هم فعلا دي أول مشاركة ليهم، لكن كل ثقة إن هم دايما بيدونا الأمل إن إحنا نواصل ونواصل في هذه الحياة. أشكرك دكتور محمد، بستمتع وأنا بتناقش معاك، حوارك جميل وممتع الحقيقة، بشكرك جدا. أنا أستمد هذه الثقة والجمال في الحوار من حضرتك. أشكرك يا فندم. وخاصة لأني يعني أحب الأستاذ المرحوم الأستاذ عبد التواب يوسف، وهو الذي علمني كثيرا وكثيرا من قراءتي له، صاحب 1000 كتاب. الله يرحمه. أشكرك. أما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو حصلوا على 500 نقطة إجابات صحيحة. نحيي كلها فريق الهكسوس. هدف من برنامج العباقرة ان يعني بجمع معلومات وكده، وانصح كل ذوي الهمم يخوضوا التجربة ويشاركوا برنامج العباقرة. انا قدمت في الموسم اللي فات في العباقرة قادرون باختلاف، لكن حصل لي ظروف صحية منعتني ان انا اكمل، واصريت ان شاء الله ان انا السنة دي بامر الله في الموسم الثاني اكون موجود، والحمد لله كان لي الشرف، وان شاء الله نخرج من هنا بالكاس بامر الله. انا جمعت معلوماتي عن طريق الملفات اللي كان مدير الفني بيبعتها لنا محمد جمال، وفريقي معتمد عليا في الجغرافيا. انا شاركت الموسم اللي فات، اكتسبت خبره، وان شاء الله باذن الله اقدر افيد زمايلي واوصل للدور النهائي ان شاء الله. انا احب اشكر طبعا مامتي وكل الجمهور يعني اللي ساعد معايا في اول مشاركه ليا في برنامج العباقره، وانا يعني بدا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يوفق الفريق ان شاء الله. الهكسوس حمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. انتوا جايين تغزوا الاستوديو ولا ايه؟ بالظبط ان شاء الله. ايه الاسم القوي ده؟ هو قوي ان شاء الله، يبقى قوي النهائي باذن الله. قولي لي بقى، بتشارك الاول مره، علاء هو الوحيد اللي شارك قبل كده فيكم. شيماء قولي لي شعورك ايه؟ مبسوطه وفرحانه وفخوره جدا ان انا من زمان قوي وانا نفسي اشارك في البرنامج. كنت أشارك السنة اللي فاتت بس يعني الظروف ما ساعدنيش إن أنا أشارك، بس الحمد لله هالسنة دي يعني شاركت. جات لك الفرصة؟ الحمد لله، ولا عشان أنا أفرح وأفرحهم، أفرح أهلي وأصحابي وكلهم معايا. وعشان تستمتعي معنا بالتجربة؟ أكيد طبعا، أخدت نجونة بها إن شاء الله. زيك زي رشا، أنت كمان بتدرسي برايل. احكي لي. هو أنا في المركز بدرب برايل المكفوفين أطفال وكبار، وبرضو في ناس مش متعلمة. علمتي قد ايه؟
أنا حوالي يمكن 50 يعني برضو أنا عدد كبير ما شاء الله. أنا دربت برا يعني في المركز نفسه وفي قصور الثقافة ودربت في مركز النيل الإعلامي، كنت بنزل تدريبات كتير يعني في مراكز، ودربت برضو في جمعية الدمج قبل كده، واشتغلت في مركز هو زي مركز تخاطب كده وتنمية مهارات حاجات زي كده الإعاقات الأخرى، وضفنا للبصري تعليم برايل وتنمية مهارات الأطفال. هايل. قولوا لي انتوا الاتنين لو في حاجة انتوا محتاجينها تساعدكوا في ان انتوا تعلموا ناس تانية، ايه اللي ممكن تحتاجوه؟ للأسف الآلات بتاعة البرايل اللي بتستخدم في البرايل بقت غالية جدا، ففي ناس يعني في ناس ما بتبقاش قادرة انها تشتريها، فانا بطلب من الجمعيات انها تبقى دايما موفرة لهم الإمكانيات الخاصة بالطلبة اللي تساعدهم ان هم يتعلموا، لان فعلا في اهالي طلبة ما بيبقوش قادرين. ده موضوع مش صعب بإذن الله نشتغل عليه وممكن نساعد في حله، ان احنا نوفر المواد بأسعار معقولة تساعدهم في ان هم يقدروا يشتروا مراجع اكتر وكتب اكتر، المسطره والقلم والحاجات دي. اتفضلي يا استاذ. والادوات كمان. الادوات. تمام. بتقولي يا شيماء؟ احنا الحمد لله يعني عندنا برضو في المركز بنساعد، يعني انا عندي عدد كبير، يعني الاداره عندي بتقول لي يعني اعملي حصر المكفوفين وشوفي مثلا لو هم محتاجين ايه، فبنوفر لهم اللي هي العصا البيضاء والمصاحف الالكترونيه الناطقه ومصاحف برايل، وبرضو بنجيب اللي هي الساعات الناطقه. طيب احنا كمان نقدر نساعد. فكمان شاركينا باحتياجاتكم وربنا قدرنا ونقدر نساعد معاكم يا رب ان شاء الله. طبيعي يعني، مش انا بس، انا متاكد ان الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حالا هم كمان عايزين يساعدوا. انا متاكد وواثق ان هيجينا مبادرات كتيره جدا، وكمان ممكن نرجع للبنك الأهلي المصري ونشوف البنك الأهلي المصري ممكن يدعمكم إزاي. اتفقنا؟ اتفقنا. ينفع أطلب طلب؟ اتفضلي. نفسي أقابل الدكتور محمد توفيق، دكتور مخ وأعصاب، إن هو اللي عمل لي العملية عمري سنتين تقريبا. ماما كانت دايما تقول لي هو كان سبب في نجاح العملية، كان دايما يقول لماما هي العملية من 1000 حالة تنجح حالة، فهي قالت لي أنا هتكل على الله وأنا أعملها، والحمد لله هو كمان اللي تكفل بتمن العملية. فأنا بصراحة نفسي أشوفه، نفسي أقابله وأشكره كده يعني. طيب إحنا على الهوا يعني أكيد هيبقى ليه أصحاب أو جايز هو بيتابع البرنامج وأكيد سمعك، محدش عارف، يتواصل معانا، يتواصل مع قناة القاهرة والناس، يتواصل مع صفحة العباقرة، يتواصل مع صفحة عصام يوسف الصفحة الرسمية، هيقدر يوصل لنا. وإحنا في نفس الوقت أنا دكتور مجدي باسيوني يبقى جوز أختي، وهو عنده يعني معارف بدكاترة كتير جدا في مصر، خليني أسأله، حدش عارف ممكن يكون يعرفه ونقابلك بيه. يا ريت والله. اتفقنا؟ اتفقنا. وخلينا نشكره كلنا معاكي. علاء عبد القوي، ازيك علاء؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ الحمد لله والله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. رجعت تاني؟ أكيد طبعاً. علاء الوحيد اللي بيشارك للمرة التانية في فريق الهكسوس. ربنا يباركك يا رب. مع فريق الصقور الموسم الأول. قولي علاء. نعم. انبسطت الموسم اللي فات؟ الحمد لله والله. أخبار الأورج إيه؟ لسه بتعزف على الأورج؟ هو للأسف الأورج اللي كان عندي زي ما قلت لحضرتك إن هو أصلاً ما بقتش بستعمله لأنه باظ أصلاً. ده غير كده وكده إن هو أساساً صغير ولعبة مش. بس بتعزف على الأورج؟ فانت نفسك يبقى عندك اورج. بس يكون اورج كبير بقى اكبر من اللي عندي. ماشي اتفقنا. اختار لي اغنيه علشان نجيب لك اورج وتعزف عليه الاغنيه دي. هي الاغنيه المفضله اهواك لعبد الحليم حافظ. اهواك لعبد الحليم حافظ. واتمنى لو انساك. لو انساك. ايوه. جميل جدا. ايه رايك في اسم الهكسوس؟ لا هو اسم كويس جدا. اسم كويس؟ بص المدير الفني جيمي بيخبي وشه ازاي. انا واحد فريق اسمه الهكسوس مش بايع الدنيا بصراحه. خايف يبقى قدامي احمص نطلع من البطوله من اول ماتش. محمد جمال اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كلمني على الهكسوس شوي. جايين على عجلات حربيه.
لا بيقول لك ايه بقى ودقت طبول الحرب. انا مقلق من دلوقتي. لا وعبد الله جاي يتخانق. لا يعني عبد الله جاي ماسك السيف ايه عبد الله في ايه عبد الله مالك عبد الله يعني احنا مش ناقصين حمل ايه احمص يخش لنا في العنايات الحربيه انا اتدخت. اه تخيل مثلا اظن الرساله وصلت. المجموعه دي كلها صراعات. ربنا يستر. عبد الله اخبارك ايه؟ الحمد لله. بتشارك؟ لاول مره اشارك في برنامج صراحه. احكي لي. يعني انا غير كده مدرس موسيقى اصلا يعني بلعب اورج وبلعب طبلة وبعلم الاطفال في المكان بتاع مامتي والحمد لله يعني. حلو موضوع الاورج. ايه رايك تجيب الاورج معاك؟ يا شرف يا برضه. او الطبلة نجرب نسمع تمتعنا كده بشويه مزيك. ده شرف يا سيد الروائي. تمام. فريق الهكسوس بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلها فريق الهكسوس. العباقرة قادرون باختلاف خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو من هي أول طالبة تفوز بكأس أفضل لاعب في تاريخ برنامج العباقرة مدارس؟ محمد تعيمة. هيدي الحداد. يا ولد برافو عليك. مدرسة الفاروق الإسلامية في الموسم الثاني كسبت 3-2 في ضربات الجزاء بعد التعادل مع عمر حسام 65-65. محمد تعيمة، هايدي الحداد طبعا إجابة صحيحة. احنا مبسوطين جدا ان احنا بنسأل عن ولادنا الأبطال وبنفتكر التاريخ العظيم اللي قضيناه مع بعض على مدار السنين اللي فاتت. محمد تعيمة اقول لك حاجة بصراحة. فضل. انا ما كنتش متخيل ان حد يعرف يجاوب السؤال ده. لأنها كانت مجتهدة جدا في البرنامج في الموسم ده فيعني كانت تستحق اللقب. كانت وما زالت متألقة. ابنة العباقرة هايدي الحداد نحيها كلنا. محمد تعيمة قول لي مين اللي بتنزل الأول؟ ضيوفنا الهكسوس. الهكسوس يبتدوا الأول؟ ضيوفنا عشان بقى احنا نكسب في ده. شفت تهديد شديد الله. لا لا إن شاء الله. قال لك يا شيماء هنكسب في الآخر. لا إن شاء الله احنا نكسب. الرد في الملعب. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم خمس أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50 أدب وعلوم. الهكسوس إمتى الجوكر؟ 50-50 مع عبد الله. إن شاء الله. تمام. جغرافيا والسؤال: في أي من جزر المحيط الهادئ تقع جبال كوهالا؟ سلسلة جبال بركانية أعلى نقطة فيها 1670 متر، بتغطي مساحة 6.6 كيلومتر مربع. ثانيتين. مفيش محاولة خالص. غريبة جدا. فريق الهكسوس خايفين يحاولوا. بيكاسو في إجابة؟ في تخمينة. دوس على البازر. من حقك. جزر هاواي. تخمينة في محلها. إجابة صحيحة. محمد تعيمة برافو عليك. 10 نقط مهمين جدا خطفهم فريق بيكاسو من الهكسوس. النتيجة 10 بيكاسو. وعندكم سؤال في الجغرافيا. جغرافيا والسؤال: الأوريت هو أعلى شلال في إحدى الدول العربية، فما هي؟ دولة في شمال إفريقيا ارتفاعه 120 متر في منطقة جبلية متغطية بأشجار السنوبر. محمد درة خطفت البازر. إجابتك تونس. تونس إجابة خاطئة. مش تونس. مصطفى محمود. المغرب.
المغرب 10 نقط، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، ليبيا، مصر، موريتانيا، الجزائر. مين هياخد الريسك؟ محمد طعيمة. الجزائر. الجزائر. لا، والجمهور عايز يسقف. محمد طعيمة، الجزائر. إجابة صحيحة. لؤلؤة مدينة لمسان، بيكاسو 20، الهكسوس مفيش نقط، والهكسوس عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: تم توقيع اتفاقية الأفيون الدولية بإحدى دول أوروبا الغربية عام 1912، فما هي؟ في شهر يناير من ضمن الدول اللي وقعت عليها هولندا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. مصطفى محمود. روسيا. روسيا في أوروبا الغربية. مصطفى، يا مصطفى، إجابة إيه؟ خاطئة. مضحكة. بالظبط كده يا رشا، إجابة مضحكة. في إجابة بيكاسو. محمد طعيمة. تخمينة بريطانيا. محمد طعيمة، إجابة خاطئة. المعاهدة دي ساعدت في انتشار قوانين مكافحة المخدرات. هقول معلومة بعد الاختيارات ركزوا فيها: هولندا، البرتغال، المجر، كرواتيا. اتوقعت في مدينة لاهاي. هولندا. الله عليك، إجابة صحيحة. أنا قلت لكم دول من اللي وقعت عليها، يعني خرجت دول كتير جدا. محمد طعيمة مركز 10 نقط، النتيجة 30. بيكاسو، الهكسوس، مفيش نقط، ومحمد جمال جيمي المدير الفني الآن. فريق بيكاسو، عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال: وقعت احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989 في إحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ من منتصف إبريل لأوائل يونيو. عددهم وصل لحوالي 1,000,000 متظاهر. قوات الأمن أطلقوا النار على المتظاهرين واعتقلوا كتير منهم. الصين. محمد دورة موافق؟ ايوه. موافق؟ ايوه. وانا كمان موافق. اجابه صحيحه. في عهد دانج شاو بينج. محمد طعيمه متالق 10 نقط، 40. بيكاسو، والهكسوس في مشكله، ما عندهمش نقط. ودلوقتي عندنا سؤالين 50-50، عمر وعبد الله. عبد الله وعمر اتفضلوا. طبعا معانا المدير الفني دكتور محمد فاروق ومحمد جمال جيمي. واول سؤال هيروح لعبد الله. عبد الله، فريقك هياخد الجوكر ومحتاجين اول 20 نقطه. 50-50 والسؤال هو: من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس إديسون. يا عمز دوس على البازر. توماس إديسون. توماس إديسون، برافو عليك، إجابة صحيحة. 1879. برافو عليك عبد الله. أنت عارف هو ملقب بصاحب الألف اختراع، يعني اختراع المصباح واحد من ضمن 1000 اختراع. برافو عليك. أول 20 نقطة الفريق الهكسوس، برافو عليك. الحمد لله فكيت العقدة. ونروح للعمدة. إزيك يا عمدة؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. جاهز للسؤال؟ جاهز. ندوس على البازر. 50-50 والسؤال هو:
يستخدم مقياس ريختر لقياس إحدى الظواهر الطبيعية. فما هي؟ ريختر بيقيس إيه؟ الزلازل. دوس على البازر. الزلازل. الزلازل إجابة صحيحة، برافو عليك. وحضن من المدير الفني. اخترعه تشارلز ريختر سنة 1935. تفضلوا. شكرا لعبد الله والعمر. لعمر وعبد الله 20 نقطة. 60 بيكاسو، 20 الهكسوس. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال الهكسوس. أدب والسؤال. أديب مصري راحل مؤلف المجموعة القصصية عهد الشيطان، فمن هو؟ 12/1938. 1938، ركزوا في التاريخ. من أهم القصص عدو إبليس، أمام حوض المرمر، وعهد الشيطان. محدش يتكلم مع أحمد. أحمد أبو حسين بقيت لوحدك، خدته 19 ثانية مناقشة. إجابتك يوسف إدريس إن شاء الله. ده أنا عدت عيد التاريخ، عيد التاريخ، عيد التاريخ علشان ما تقولش يوسف إدريس. إجابة خاطئة. طعيمة. حسين عبد القدوس مثلا. يا راجل نفس المشكلة، هما الاتنين نفس العصر. طعيمة طبعا إجابة خاطئة. هقول الاختيارات وبعد كده هقول معلومة، ركزوا في كلامي كويس. توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، طه حسين. كان مشهور بالمسرحيات. تعيمة خطف البازر. توفيق الحكيم. طبعا توفيق الحكيم إجابة صحيحة. تعيمة برافو عليك، انت جايب 50 نقطة لحد دلوقتي. 70 بيكاسو، 20 الهكسوس. سؤال في الأدب لبيكاسو. أدب والسؤال. من هو الصحفي المصري الراحل مؤلف رواية تلك الأيام؟ 12/1999 اتحولت لفيلم من إخراج ابنه. ابنه هقول لكم على اسمه في الاختيارات. سؤال مش سهل، مش سهل خالص. الفيلم ده كان بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وليلى سامي وصفية العمري. تعيمة إجابتك. هي إجابة خاطئة بنسبة كبيرة. برافو عليك، كويس أنك عارف. محمد حسنين هيكل. إجابة خاطئة طبعا. الرواية دي بتحكي عن أستاذ في كلية الأداب بيرتبط بطالبة عنده بعد موت خطيبها. رواية نفسية تشويقية. ما فيش إجابة أعتقد، ولا في إجابة؟ ياسر رزق. ياسر رزق، حاولت ولكن إجابة خاطئة. أربع اختيارات وحاول لكم معلومة جايز تساعدكم. زائد 10 يا ناقص 5. إدوار الخراط، فتحي غانم، سلام أحمد سلامة، ثروة أباظة. من أشهر رواياته الأفيال وبنت من شبرا. محمد طعيمة. ثروة أباظة. ثروة أباظة. غلط غلط. شيماء عندك إجابة؟ فتح غانم. أيوة برافو عليكي. محمد طعيمة طبعا إجابة خاطئة. طبعا برافو عليكي الشيماء، هو فتح غانم، ولكن هارد لك طعيمة، خطف منك البازر. أول سؤال ما يتجاوبش وكانت إجابته موجودة عند الشيماء. دلوقتي الهكسوس عندكم سؤال في العلوم. علوم والسؤال. يصيب مرض أنفيزيما أحد أجهزة جسم الإنسان، فما هو؟ مش هقدر أقول لكم أي معلومة. فات
10 ثواني. احمد ابو حسين. الجهاز العصبي. جهاز العصبي اجابه خاطئه. مش الجهاز العصبي. في اجابه فريد بيكاسو تعيمه الهضمي. جهاز الهضمي برضو اجابه خاطئه. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، الجهاز المناعي، الجهاز العضلي. بسبب تلوث الهواء. مصطفى محمود اجابتك تنفسي. التنفسي اجابه صحيحه. بسبب تلوث الهواء والتعرض للدخان الضار والغبار. انفيزيما دي معناها انتفاخ الرئه. مصطفى محمود 10 نقط، مهمين جدا للهكسوس. الهكسوس 30، بيكاسو 65. بيكاسو اخر سؤال في الفقره علوم والسؤال. تتكون ماده الزيولايت من سيليكات احد المعادن، فما هو؟ بتستخدم في تحسين وتخصيب التربة الزراعية، وبتساعد في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 40%. محمد طعيمة إجابتك الفوسفات مثلا. الفوسفات بعشر نقط إجابة خاطئة. في اجابه الهكسوس 10 نقط هيفرقوا جامد قوي يا مصطفى. هنجرب. اجابتك الزنك. الزنك علاء عبد القوي نفس اجابتك ولا كان عندك اجابه تانية؟ ما تقولهاش لو عندك اجابه تانية. جايز تطلع في الاختيارات. ماشي. ان مصطفى اجابه خاطئه. ماشي. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. الالومنيوم، الحديد، الكروم، الفضه. يستخدم في تغذية الحيوانات. رمزه AL. تعيمة. ألمونيوم. طب طبعا إجابة صحيحة. تعيمة خطط البازر في ثانية واحدة وأحرز 10 نقاط. 75 بيكاسو، الهكسوس 30. سؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. فريق الهكسوس محتاجين في الفاصل تسمعوا تعليمات المدير الفني بمنتهى التركيز. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 105 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 210 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية